انطلقت اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رافعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي إلى جانب قادة دول جوار ليبيا والفاعلين الليبيين. الاجتماع الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحالة الانسداد السياسي الذي يعيق تحقيق الاستقرار بالمنطقة تحضيرا لقمة المصالحة الوطنية التي من المزمع انعقادها شهر أفريل المقبل بمدينة سيرتا الليبية، ميزته كلمة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الأول والتي أكد فيها أن الأزمة الليبية تستمر جراء التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوى الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التي ضاعفت من معاناة الأشقاء في ليبيا، مؤكدا أنه يتعين على الشعب الليبي الشقيق تحديد مستقبله وتجاوز الانسداد الحالي عبر بناء شرعية المؤسسات وتوحيدها من خلال تكريس حقه في اختيار ممثليه وتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار.